عجبني الحال وبغينا يكون هادشي في المغرب. اول مشاركه ديالك؟ اول مشاركه. انت هو السبب؟ ياك انا هو السبب. هو هذا غادي نجيبو معايا للمغرب حتى هو يشارك في المسابقه ديالي سونوارين مره. محمد عطاني جائزه. اهدا بنت جينا الكاميرا من ديال نازيه ارضك الكاميرا. السلام عليكم الاخوه الكرام وتحياتي لكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو المسابقه ديال البحث بكاشف المعادن هنايا في كاتالونيا. كنتمنى ان شاء الله اليوم نفوزوا بشي حاجه جميله. اليوم ما غاديش نقول كنتمنى المسابقه تكون في البلاد ديالي كيف ما قلت في هاد الفيديوهات هادو. صراحه هاد الهوايه هادي فهي هوايه جد رائعه وما كرهناش هادشي يكون كذلك حتى في البلاد ديالنا. ما كرهناش هادشي يكون، راه كيعود بالخير والنفع كذلك على الاقتصاد ديال البلاد ومجموعه المجالات. وهادشي هذا فهو اللي بغيناه كذلك حتى في البلاد ديالنا يكون، باش يكون الوضوح في هاد الهوايه. اللي بغى يستعمل كاشف المعادن يستعمله بكل حريه واريحيه. وهاد الاجواء هادي ان شاء الله بغيتها كذلك تكون حتى في البلاد ديالنا ان شاء الله، وتمنيت هاد المسابقه كذلك تكون حتى في المغرب وفي الجزائر وفي تونس في اي دوله عربيه، ولكن يكون خير ان شاء الله ويعطيونا دي بادج ديالنا باش نمشيو نشاركوا في هاد المسابقه اللي جميله بزاف. وهذا الشيء هذا بصراحه بغيتو يكون في البلاد، يكون عندنا في المغرب في الجزائر في جميع الدول العربيه. ياك اخويا محمد ان شاء الله يا اخويا تمنينا يبغي يكون في بلادنا حتى حنا كمغرب. بصراحه هاد الشيء هذا بغينا يكون نديروا لي كومبيتيسيون ديالنا ياك محمد حتى حنا يكون نكونوا شويه النيفو طالع. اخويا هاد الشيء بصراحه نقول لكم واحد النقطه، هاد الشيء راه ماشي صعيب باش يدار في المغرب او لا في الجزائر، فاشياء بسيطه صراحه. انت كما كتشوف اخويا ما عندكش شي حاجه كومبليك يعني حاجه سهله مهله، ويعني الناس تتمتع بهذا الهوايه وكنخلقوا اجواء زوينه وكنتلاقاو مع ناس وكان كما تنقولوا يعني كنعيشوا السعاده ديالنا وكنمارسوا الهوايه ديالنا بكل حريه واريحيه. في البدايه ديال الفيديو كنبغي نقول لكم غادي نديروا واحد المسابقه كبيره، مسابقه البحث بكاشف المعادن في المغرب، وهي اول مسابقه في المغرب وفي افريقيا وفي العالم العربي اللي كتنظمها جمعيه ريغا. صراحه مسابقه غادي تكون فريده من النوع ديالها، وهو اول رالي ديال البحث بكاشف المعادن في المغرب. وكنتمنى جميع الهوات داخل وخارج المغرب فيجيو يشاركوا في هذا الرالي، هذا فرصه لا تعوض. اول رالي للبحث بكاشف المعادن في المغرب وفي افريقيا وكذلك في العالم العربي. نتمنى وان شاء الله نفوزوا بشي حاجه. بوينوس دياس. بوينوس دياس. بيان يا استاذ مي بيان. المهم نتمنى وان شاء الله اليوم نفوزوا بشي حاجه، وكنوجه لكم الدعوه مره اخرى باش تجيو تشاركوا في رالي ديال سيدي سليمان. غنخلي لكم الفوق الصوره او الاعلان ديال الرالي، هو اول رالي في المغرب وفي العالم العربي وفي افريقيا. شرف كبير للمملكه المغربيه انها تحتضن هذا الرالي وتكون هي السباقه الاولى لتنظيم رالي من هذا النوع هذا. والتاريخ فغادي يجي نهار 19 نوفمبر مباشره بعد ذكرى عيد الاستقلال المجيد. الحمد لله ان شاء الله توفقنا وخدينا الترخيص، يعني اي واحد كيسول هذه المساله فراه كاين الترخيص. وهذه المسابقة فقانونية 100% وغيكونوا فيها جوائز كثيرة وواحد النشاط وواحد لومبيونس، هذاك الشيء صراحة ما غاديش تتصور. نتمنى كاملين تجيو باش تشاركوا في هذه المسابقة هذه اللي رائعة، ونتمنى إن شاء الله اليوم يحالفنا الحظ باش نفوزوا إن شاء الله بشي جائزة. وتابعوا معايا الفيديو للنهاية. ودابا راه حنا شادين الصف باش نخلصوا الواجب ديال المسابقة. هنايا كيخلصوا الواجب ديال المسابقة، والمشاركين اللي معنا اليوم معنا الاخ احمد. السلام عليكم. كلكم كتعرفوه الاخ احمد اللي شارك معنا في المسابقه اللي فاتت، ومعنا خونا خالد. السلام عليكم يا اخوان. خونا خالد قلنا سميت القناه ديالك. قناه خالد سيتجيس برشلونه. خالد سيتجيس برشلونه. غنخليها لكم في صندوق الوصف اللي بغى يتفرج في خالد، حتى هو راه كيدير البحث كاشف المعادن. وللاسف الشديد فخونا محمد الجزائري فاليوم ما كتابلوش يجي يشارك معنا في هذه المسابقه، والسبب قتلوا السياره ديالو وقع له فيها واحد العطب في الطريق وما كتبلوش يجي يشارك معنا. وكذلك اليوم فحموده فغائب علينا في المسابقه، كنوجهوا له التحيه ما كتبلوش حتى هو يجي للظروف ديال العمل ديالو
المره الجايه ان شاء الله يشارك معنا ان شاء الله الاخ حموده. ومعنا هذا المشارك جديد هو في الهوايه الاخ مصطفى، اليوم غيشارك معنا حتى هو. المهم حنا المنتخب المغربي راه تيكبر ياك. الله يحفظك خليك الله يا ودي بشويه بشويه اليوم نربحوا ياك ان شاء الله. مرحبا خويا مصطفى، متشرفين بالمعرفه ديالك. وهادو هما الجوائز ديال المسابقه من شركه اكس بي، هادو هما الجوائز كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله نربحوا شي حاجه من هاد الجوائز هادو. Mi sobrino Adam, ¿te acuerdas el otro día cuando sí. Coge la sí, 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 sí. Buenos sí, días. Ah, todo bien. Bien. No te quedas a comer, no. Bueno, todos son. Y sí, y si quieres una papeleta, quieres una Esto lo regalo mi sobrina. Guarda ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora nos vemos. Bueno, estoy saliendo ya. Hola. Hola, Mustafa. Mustafa. هادي تقدر تربح بها حتى انت شي جائزه اخويا. المهم احنا خدينا لك هادي حتى انت الحظ ديالك تقدر تربح شي جائزه ان شاء الله. توفيق. شكرا. وهادو هما باش شاركنا حنايا، احمد عنده 46 وانا عندي 45 وخالد عنده 30. خونا مصطفى عنده الرقم 36 وتا هو خدا الصورتيه ان شاء الله يحالفوا الحظ. ياك اخويا مصطفى اول مشاركه ديالك. اول مشاركه. اول مشاركه. انت هو السبب. ياك انا هو السبب باليد الخير ان شاء الله. ياك ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يوفقك الحظ بهذا الرقم هذا وتفوز بشي جائزه من الجوائز كاملين ان شاء الله. المغرب لا المغرب كامل. بلان يا اخي. ياك. كان تابع الفيديوهات ديالو شوقت تشوقت. والله العظيم قلنا الكاشف معادي اللي عندك شنو السميه ديالو؟ اكس بي ار اور اكس. الصغير الابيض. عندك عندك الديسك الاش اف الابيض. الابيض. دابا جينا لهنايا كما كتشوفوا مشاركين ها هما يلا المسابقه كاملين تجمعنا هنايا كما كتشوفوا معايا كاين واحد المجموعه هي جايه. ها هو هذا غادي نجيبوا معايا المغرب حتى هو يشارك في المسابقه. بيان سو نو غادي نمر. نو 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 بودو فيني نو بودو فيني. تينغو كوسا كي هاسير بوكاس موتشا اوبليغاسيونس اي بوكو اي بوكو بيليت بوكو فلوس بوكو فلوس 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 استي استي فلوس دا فلوس فلوس. المهم حاليا كنحاول نقوم بالدعوه ديال مجموعه ديال الناس باش يشاركوا معنا في المسابقه ان شاء الله اللي كاينه في المغرب. كاين بعض الاصدقاء اللي قرروا انهم يجيو وكاينين بعض الناس اللي حاليا غيحاولوا يشوفوا الليبيه ديال الطياره والوقت واش غيناسبهم ان شاء الله باش يشاركوا معنا في المسابقه ديال ريكا اللي هي اول مسابقه في المغرب وفي افريقيا وفي العالم العربي. هومبري بوينوس دياس. طالو بيان. بيان اي تو؟ سي موي بيان. بوينو هومبري مالغرو دي فيرتي. Y el ucraniano también. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos aquí. Sí, bien. Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, lo invito a vosotros para ir a Marruecos al concurso de Marruecos, al primer rally en África y en el mundo árabe. ¿Y cuándo es eso? Eso en el día 19 de noviembre. En tu canal y mándanos de yo para información para que sepamos cómo y dónde y cuándo. Perfecto. Muy bien, vale. Muy bien. Saludos. Mucha suerte. Suerte. Mucha suerte. Suerte. A ver si este المهم كما كتشوفوا حنايا راه غادي نتجمعوا كاملين هنايا. الرئيس ها هو بيير، حتى هو ان شاء الله بحال والو يحضر معنا في المسابقه في المغرب. كيقولنا بان في هذا الميدان هذا كاين 100 قطعة فيها الأرقام، 100 قطعة ديال 10 سنتيم 20 سنتيم. المهم معلومات ديال المسابقة كما العادة المسابقة 90 واحد. Ah,
الفاسوره مشكل حدا هاد الديور هذا كاين بزاف ديال الفاسوره لان هنا كاين الديور. المهم حنا كنتمتعوا فين واحد كيحفر هنا ما عرفتش شنو باغي يجبد هنا. هنا عامرة بالبيت في هاد البلاصة هادي. هاد الديور. ديال الباسورة هنا. هاد العجيب كتكون شاعلة وقبل كتطفى. كتطفى واخا كتصور. كتصور ياك. كتيكونومي الباتري. هكذا. خمس باش. في الباتري. الله يرضي عليك، قول لي هكذا وانا كنقول كيمشي لي الصورة. صور حتى الميدان، صور كل. هو فين آدم؟ ضرب واحد كوكاكولا. هذا مرة كيبرد. هيك آدم. مرحبا بك خالف المسابقة. أخاك دارنا الرياضة على النار. طلع على الجبل ونشف. هي جات هذا الديور. مصطفى هي والله الا صوني تواعد نشوفوا زهرك شنو هكا خاي مصطفى حفر انت يلاه شد الجاكيت هاك سيد ضرب تما زيد زيد صبر نشوف زيد هي والله الا مصطفى هو القبيسة هي نمرة 10 نمرة 10 شنو مصطفى غادي تجيب لنا شي ديتيكتور ان شاء الله؟ واه على الله تشوفوا حنا وزهرنا. حنا وزهرنا سيدي كثير على الله. شوف مع الدب. لا 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 كاين ضربة تما واعر. ما نعرف شوف. فين البلاصة؟ هنا في الدب خد. كثير على الله. شوف شوف هدا 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 بانت. 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 جينا الكاميرا مان ديال الناس ياش ارضك الكاميرا راه سيدي يا راه. انت سيدي اول مرة كن. هيا. هيا. 19. 19 هادي كيفاش كون فيها ولا ما فيهاش؟ اخويا غادي المهم دابا شحال عندنا مبياسه؟ عندنا ثلاثة ديال البياسات. ثلاثة البياسات. ايوا المهم ادم شنو بان لك؟ تجيب شي ربحة ولا لا؟ المهم 19 ادم مالك؟ المهم ان شاء الله يحالفنا الحال. المهم لقينا ثلاثة ديال البياسات ياك اخي مصطفى؟ ثلاثة شحال عندك؟ انا عندي دابا في جيبي مخبعة وحدة راه انت نشوف شنو عندك. انا عندي ها هما. المهم ها هما ثلاثة ديال البياسات فوسط 100 ديال البياس وفوسط كدا و 90 واحد مشار. المهم راه حنا المهم جايبين السكور جايبين 93 راه مزيان. المهم راه معايا مصطفى تبارك الله حتى هو راه كيقلب معايا ومعنا السي ادم وانتم كتشوفوا طبيعه هذا النهار مشماش ولكن واخا هكا كاين شي شويه ديال البرد. المهم نزيدو نقلبوا مازال نقلبوا شويه. هو مصطفى كيعاونني حتى هو في التقلاب. هبط يديك شي شويه اخاي مصطفى لتحت. محمد ها هو شي شي حاجه 4 المونين تبارك الله مزيان بالتوفيق قدامين قدامين. وحمد راه كيخدم ب الشطابه بالشطابه بالنقطه الفورس. تحياتي لك خويا احمد كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وبهذه المناسبه اللي مشارك انا في هذه المسابقه فكنوجه لكم كاملين الدعوه باش تجيو تشاركوا ان شاء الله في المسابقه ديال نهار 19 نوفمبر اللي كاينه المسابقه اللي كاينه في سيدي سليمان واللي منظمها الجمعيه ديال ريغا. مسابقه غادي تكون ان شاء الله بحال هذه مسابقه زوينه نتمنى ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم. انا الكوتش باراليزاتور توت لا جين كاستاد على توت انا ودي تنيو كان هنا alguna beguda, alguna cosa. Okay.
vale, i anirem poc a poc cap al restaurant, però bueno, encara 10 minutets més estarem encara per aquí. Ara que hi ha verda, no? وهي سيربيسة اللي بغى يشرب سيربيسة يشربوا احنا مثلا نشربوا كوكاكولا واغوا 70 80 91 82 توفيق خويا احمد ان شاء الله ان شاء الله شي ديتيكتور اليوم ان شاء الله اليوم شي ديتيكتور ان شاء الله اليوم ما نزقلوش ان شاء الله نتمنى هاد الارقام نفوزوا بهم شي حاجه مشتري يكون فيهم هادو والجوائز راهما الجوائز راهما ونتمنى ان شاء الله يحالفنا الحظ نفوزوا بشي حاجه انيمو ادم اللي جبد ادم جوج ديال الفيتشات غيتربحوا بهم هذوك السيكانت يلا ادم برافو ادم La ficha número 16 y la ficha 82. Oh, Ahmed ya tuvo 82. 16, 82. 82 aquí. Ahmed ya tuvo 82. Te cap la estación aquí. ادم غيولي يجبد جوج ديال الارقام ولكن الاشكال هو هاد الارقام هادو اللي غيفوز بهم غيفوز بهم بالرجل ديال الخنزير نتمنى ما تجيش فينا وي الحمد لله وي يا تشطب pero no lo come los marroquíes no lo come venderlo tío La ficha 52. 20 euros. 52. Esto sí, esto sí, que se come. No lleva, tío, no. Ahmed, no lleva, no lleva. Déjalo, déjalo. No lo toca. No lo toca. Muy bien. دابا ادم غيهز وحده والجائزه غتكون فيها غتكون جائزه بالا هذيك البالا ديال الحفير واحد وتسعين واش كون يا جات محمد محمد اليوم حالفوا الحظ انه يربح ثلاثه الجوائز دعوتيني رقم واحد اخر والربح ديالو غيكون فاس الجائزه ديالو هي الفاس رقم خمسة هو هذا ربح فأس المحفظات ديال الإكس بي كاينين جوج المحفظات آدم غيهز إن شاء الله جوج الأرقام اللي غيفوزوا بجوج المحفظات الرقم الأول هو جبدو والرقم الثاني آدم اليوم خدم مع الجمعية ديال البحث في كشف المعادن برافو عليه رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم ثلاثة فاز بها هاد البنت هادي ما تنساوش كذلك بأن ما تنساوش بأن حتى العنصر النسوي فعنده دور مهم في الجمعيات ومعنا هنايا مجموعة من النساء اللي تا هما كيمارسوا هواية البحث بكشف المعادن عنصر النسوي تحياتي ليه وتا حنا في المغرب راه عندنا بعض النساء اللي كيمارسوا هذه الهوايه ولكن كيحشموا يبانوا ان شاء الله غيتوفقوا تا هما يكونوا معنا في الجمعيه في المسابقه دابا غيهز ادم واحد الرقم باش غادي يفوزوا بهذيك لا اسكولسا هذيك ديال البحث عن شذرات الذهب في الواد
شوفوا الرقم اللي هز ادم 76 هو اللي فاز بهذه الجائزه. هذه جائزه دابا ديال باطيه اللي ربح ديك المره حموده والاخ محمد الجزائري. فيجبد ادم جوج الارقام، يجبد الرقم الاول والرقم الثاني. بيير كيعطي لادم التعليمات. 43 رقم 43 43 al campo. 43 ما بانتش. فيتشا 65 كذلك جوج ديال الارقام، وهاد جوج الارقام الفوز بهم بجهاز البين بوينتر. كاينين جوج ديال البين بوينتر ديال اكس بي. ادم غيجبد جوج الارقام، جبد الرقم الاول هو والرقم الثاني هو، وحتى انا خاصني بين بوينتر. اي 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 53 الكامبو 5-3, ¿no? Está arriba de todo. Yo no. Vamos a dejar de lado. No, no ha salido, ¿no? Ficha 32. Minuto 30. Ficha 32, sí. Ay, ay. رقم 32 هذا فاز بالبين بوينتر، ومازال غيحاولوا يجبدوا رقم واحد اخر باش يربح البين بوينتر الثاني. الجيان جيان الهولندي ربح بين بوينتر. دابا غادي يجبد ادم رقم اللي طلع الرقم غادي تربح به كاشف المعادن اكس بي او ار اكس. يلا ولد اختي، يلا يلا جبد الرقم ديالي يا ولد اختي. يلا يلا ادم، يلا ادم جبد لخالك ديتكتور، جبد اخالي ديتكتور، جبد جبد اخالي ديتكتور. 74 يلا خالي 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 سير الله. لا 73 alguien la tiene justo el anterior. Sí. اكس ربح كاشف المعادن. دابا الاكس بي الليت العادي داوس واحد هذاك الليل هي. فاز بكاشف المعادن بسحتو. ما كسبش ما خسرناش في كاشف المعادن، ما ربحنا والو. المهم كما قلت لكم راه ما تلقاو اللي لقيتو، الا ما حالفكش الحظ راه ما يمكنش، راه ما غاديش تفوز. مساله ديال الحظ. غادي يعيط لهاد الارقام هادو، واحد فهاد الارقام غيربح. هذا راه كيركز، راني وصيتو باش يهز غير ورقه وحده. هو هز وحده. Bravo, Ali. Ah, bueno. Mira, que empieza por el número. No pongas nervioso, tío. 1141.
Ay. 141. XP Dios Juz. XP Dios Juz. 1141. وحتى لهنا نهاية تسليم الجوائز. انتهت المسابقة. برافو خالي، برافو عليك. ادم هو كان ادم كان هو الرجل ديال اللون، هو اللي هز الجوائز. تحياتي لك ادم. قول لي شي حاجة، عجبك الحال؟ عجبني الحال، وبغينا يكون هادشي في المغرب. ياك بغيتي يكون في المغرب وتمشي تشارك حتى في المغرب؟ نمشي نشارك. برافو عليك. المهم البطل ديال المسابقه اليوم كمغربي فهو الاخ احمد، ها هو ربح بالا. ولكن احمد شنو درتي؟ علاش جبتي هذه جوج دابا عندك؟ قلنا شنو السبب؟ اجا فينا الحل اخي انور وبدلتيها. بدلناها. برافو عليك، تحياتي ليك. ها هو احمد بدل الحلوف، بدلو بهذه. برافو عليك. والاخ خالد حتى هو ما حالفوش الحظ، والاخ مصطفى حتى هو كذلك، ومصطفى كذلك. بطل اليوم ديالنا هو ادم، هو اللي جبد السورتيو ديال الجوائز. وكذلك انا اليوم ما حالفنيش الحظ، كما قلت لكم دائما في المسابقه فهي مساله حظ، ماشي مساله خبره او لا يعني عندك تجربه ولا. المهم ما حالفناش الحظ المره الجايه ان شاء الله. وحتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وها حنا مع الاخ احمد. اخ احمد راه غادي يعطيني واحد الجائزه، ياك اخويا احمد؟ إيه. شنو هي الجائزه اللي غتعطيني اخويا احمد؟ تاع اخي انور. انتم احمد عطاني جائزه باش ما يبقاش فيا الحال ما ربحت والو. المهم عطاني جائزه، كنشكروا الاخ احمد القلب الكبير، وخليتكم بخير وعلى خير. ياك اخويا احمد شنو اللي كاين؟ شنو تقول لهم انت لهاد المتابعين ديالنا؟ غادي نقول لهم اول حاجه يدعموك. تحياتي. ثاني حاجه المحبين ديال هذه الهوايه راه احسن هوايه، فيها الرياضه فيها كل شيء، علاش ما فتشتي؟ نتمنى الحظ الجميع ان شاء الله. خليتكم بخير وعلى خير، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.